طائرة هذه من نوع فالكون 900 اي اكس، مداها طويل طبعا، تطير حوالي 10 ساعات من 10 ساعات ونص. الاقصى ارتفاع لها 41,000 قدم. في العاده طيراننا يكون في الثلاثينات دائما، يعني 37 36 39، لكن اقصى ارتفاع تطلع للطياره هذه 41,000 قدم. احدى الطائرات من اسطول اللي يتبع الجهاز التنفيذي للطيران الخاص. في طائره وصلت من حوالي اسبوع، وهذه الطائره الثانيه، وما زال عندنا ان شاء الله طائره ثالثه ممكن خلال الشهر حتوصل، طائره رئيسيه الكبير نوع ايرباص 340. حتى الصحراء عندها سماء عاليه. والحقيقة الانتظار ما كانش برغبتنا، والانتظار غصبا عنا، لأن كانت الطائرة محتاجة الكثير من الأموال نتيجة التوقف الطويل اللي صار في المكان اللي هي موجودة فيه. فبالتأكيد طبعا تحتاج لأموال، والأموال هذه لازم ترصد بالطرق القانونية وتاخذ وقتها حقيقة، زايد المشاكل اللي طلعت في الطائرة سواء في المحرك ولا في الهيكل، هذا تطلب أنها تبقى الطيارة المدة هذه الطويلة لغاية لما وصلنا رجعناها يعني. اليوم فرحتنا عامرة بصراحة، وفرحة الشعب الليبي بوصولها للإنجاز العظيم اللي هي للطائرة الفالكون 900. لطالما انتظرناها لمدة فترة طويلة، أخص بالذكر وأخص بالشكر بصراحة لمدير الجهاز السيد خليل طارق أمودي، بالإضافة إلى الجهود التي تشكر وتذكر.